بلادنا الحمد لله بدات كتنهج واحد الطفره سياحيه. راكم عارفين الدوله الامكانيات اللي كتوفر باش تكون يعني البلاد ديالنا في احسن حوله، ولا سيما الجامعه الدوليه كتعطي واحد الاهتمام كبير لهاد الراليات باش يكونوا يدوزوا في احسن الظروف، والمحافظه على البيئه بشي بصفه خاصه، ولا سيما الجامعه الدوليه كتعطي واحد الاهتمام كبير لهاد الراليات اللي كيدوزوا في المغرب، لان اجمل لي بيست ماروكان هما اللي كيسو تروف دون لو ديزير ماروكان، وهذا شرف لينا. والحمد لله المنتخب المغربي راه جا من امريكا هذه واحد الاسبوع، ودابا الحمد لله غياخذ المغامره باش يشارك في هذا الرالي اللي كتعتبر المرحله الاخيره من بعد رالي داكار اللي كتعرفوا القيمه ديالو والمكانه ديالو والحضور ديالو عالميا. والحمد لله بلادنا عندها واحد الشرف بانك تستقبل هذا اللغه لهذا باش تعطي واحد لو بوتونسيال بوزيتيف لي بيلوت ماروكان اي لي بيلوت انترناسيونال. وميرسي.